السلام عليكم ورحمة الله. من هي تمثال الحرية السودانية؟ مش هذا التمثال اللي ورائي، لا، تمثال الحرية السودانية آلاء صلاح التي انتشر صوتها وصورتها في أعتقد في جميع وسائل التواصل الاجتماعي عالميا وعربيا. إذا خلونا نشوف لحظات ولقطات ومعلومات بسيطة عن آلاء صلاح في هذا الفيديو البسيط، تابعوا. يلا اللي يرشح جائزة نوبل يدوس لايك، واللي كمان لسه بيفكر كمان يدوس لايك. السلام عليكم.